السلام عليكم، كيف الحال يا شيخ؟ شلونك؟ كيف الحال؟ اليوم انا ثلاثة اخو موجود في بير خارا في تشكوال من بهيد 80 كيلومتر في بهيد. اليوم يجي من هنا في فندق كبير كبير، فندق داخل ملحة ماين في شو اسمه، كثير اشياء موجود في جبسم. اليوم يجي من هنا في كثير اشياء موجود من هنا. هذا جبل، هذا لله يجي. هذا جبل في مناك ورا، في هذا موتروي بهيد، هذا موتروي اسلام اباد لاهور موتروي، في انا قريب هو موجود بعد. بعد هناك تعال انا اشوف هنا في موجود ملها، في بعد جبسم. تعال تعال يا شيخ من هنا. هذا باكستان، باكستان داخل هذا مدينه تشكوال، تشكوال قريب هذا بير خارا، هذا ماين موجود من هذا، هذا الطريق له داخل، داخل هذا ماين في طلع هذا ملحة. يلا مع السلامة.